بعض اللقطات في المباراة الودية اللي أقيمت في ملاعب الناشئين في مدينة نصر للاستعداد بقى للموسم الجديد كانت بين فريق شباب الأهلي مواليد 2001 وأيضا فريق بروسيا، يعني ده إحدى الفرق في الدوري الدرجة الرابعة. عايز أرجع للهدف، والهدف ده من الأهداف الحلوة. هبدأ الهدف من أوله، ده اللاعب اللي معاه كرة ده أحمد سيد عبد النبي، والأحرز الهدف اللاعب محمد رضا، ودول اتنين من اللعيبة المميزة في فريق 2001. لكن هستعرض مع حضراتكم الهدف من بدايته، لا ارجعوا لي الهدف من الاول لو سمحتوا. هاتولي الهدف من اوله من بدايه الهجمه، عايز اشوف احمد سيد عبد النبي كان موجود فين، وايضا محمد رضا كان موجود فين، والتحرك والمهاره العاليه لاحمد سيد عبد النبي. احمد سيد عبد النبي بالمناسبه افتكروا الاسم ده، وانا قلت اللي هنا في برنامج الاشبال ده هيكون واحد من نجوم النادي الاهلي. لعيب باك رايت مميز جدا، لعيب عصري، لعيب يعني كمان بيصعد مع الفريق الاول من اللعيبه المميزه جدا. ده بدايه الهدف، ده بدايه الهدف، ده بدايه الهدف. الهدف هنا الكره مع احمد سيد عبد النبي، هنا محمد رضا سند على احمد سيد عبد النبي، قطع المسافه حوالي 70 80 متر بسرعته القويه جدا، عدى من الاول. المهاره بقى هنا وهو مقرب على المرمى، النهارده رفع عينه، بدا عدى واحد تاني رفع عينه حطها لمحمد رضا اللي بدأ الهجمة معاه من تحت. هدف حلو، هدف ملعوب، هدف في مهارة عالية جدا من أحمد سيد عبد النبي وأيضا محمد رضا. نروح نشوف لقاءات ما بعد المباراة، وبعدها نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي ميدو أسامة وميدو نبيل، أحد نجوم فريق 2003 في النادي الأهلي. بدأنا الحمد لله من 1/7، عملنا فترة إعداد مش عايز أقول مصغرة يعني، لا بس كان فيها مشكلة شوية كده، إن إحنا برضو كنا بنتمرن تحت في الملاعب بتاعة الأكاديمية، ما كانتش لسه الملاعب بتاعتنا فتحت هنا، فاهتمينا شوية بالشغل البدني أكتر شوية من الشغل الفني. بقالنا حوالي أسبوعين بنتمرن على الملاعب بتاعتنا هنا فوق، ابتدينا بقى نعمل مباريات ودية و بنجهز اللعيبه ان شاء الله، لان احنا يعني ممكن في اي وقت يجي لنا جدول بتاع مسابقه الدوري، احنا لسه ما نعرفش الميعاد امتى. فبدانا بقى في المباريات الوديه شغالين بشكل يعني منتظم، تقريبا بنعمل مباراتين كل اسبوع عشان نجهز اللعيبه كلها ونشوف مين الانسب ومين الاصل عشان نقدر نحط ايدينا على التشكيل الاساسي ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا اللعيبه كلها موجوده، ما عنديش يعني، ما بالعكس انا عندي قصور شويه في القايمه، يعني عندي فراغ تقريبا حوالي 6 أماكن أو 7 أماكن، عندي في 2 لعيبة مصابين عاملين عمليات كبيرة فلسه دول بيتجهزوا، فأنا بالنسبة لي ما عنديش مشكلة في القائمة. القائمة كل اللعيبة اللي كانوا موجودين السنة اللي فاتت موجودين مقيدين، حتى اللعيبة المصابين مقيدين لأن هم دول ولادنا وإحنا عارفينهم من 4 5 سنين، فإحنا بس مستنينهم إن هم يرجعوا. عاملين لهم برنامج إعداد، هيخشوا مع منافسات او مباريات وديه اقل شويه في المستوى، يعني هيلعبوا مع فرق اصغر علشان يقدروا يرجعوا بكامل قوتهم، وبعد كده هيبداوا يخشوا معانا في المباريات بتاعتنا ان شاء الله باذن الله. يعني شوف انا عندي حاجتين، يعني نمره واحد ان انا يعني امد الفريق الاول باكبر عدد من اللعيبه اللي موجودين عندي في 2001، ونمره اتنين ان احنا ان شاء الله نقدر نجيب بطوله للنادي الاهلي باذن الله كالمعتاد عندنا في القطاع. يعني فدول الهدفين اللي احنا شغالين عليهم السنه دي باذن الله ان شاء الله. طبعا احنا بادئين بقالنا حوالي 5 أسابيع بادئين فتره الاعداد. اول كام اسبوع يعني اهتمينا اكتر بالحاله البدنيه بتاعت اللعيبه، خصوصا ان هم كانوا مريحين فتره كبيره. الحمد لله وصلنا لمرحله كويسه من اللياقه. وبدانا دلوقتي في مرحله المباريات الوديه، يعني ده ثاني ماتش ودي هنعمله النهارده. عملنا ماتش الاسبوع اللي فات في نهايته والحمد لله قدرنا نكسب بنتيجه كويسه ونجيب اهداف. النهارده الماتش يعني اقوى شويه، فريق درجه اولى وبس درجه رابعه يعني، بس فريق كبير. بنحاول ان احنا يعني كل ماتش بيزيد صعوبه عن الماتش اللي قبله، بحيث ان اللعيبه تتدرج في اللياقه وفي قوه الماتشات. واللعيبه الحمد لله ماشيين بشكل كويس، بيقدوا معانا بشكل كويس، مركزين ان شاء الله نعمل حاجه كويسه يعني ان شاء الله الموسم ده. احنا طبعا لسه بدايه موسم جديد، فتره الاعداد شغالين بقى لنا حوالي 5 أسابيع، دخلنا دلوقتي بقى لنا اسبوع حوالي اسبوع كده في ابتدينا الماتشات الوديه. داخلين طبعا عندنا طموحات كبيره الموسم ده، عندنا اهداف كتيره،
اولا عايزين نحافظ على اللقب بتاعنا بطوله الجمهوريه كالعاده. الحمد لله يعني من ساعه ما اتعملت واخدين اربع دوري على التوالي ورا بعض. عايزين البطوله الجديده باذن الله نقدر نحافظ عليها. واهداف شخصيه لينا طبعا عايزين ان احنا نبتدي نتحط في الدرجه الاولى باذن الله في خلال الموسم ده. يعني بشكر الجهاز الفني طبعا على ثقتهم ديت، وان شاء الله اكون عند حسن ظنهم واقدر ابذل اقصى جهد يعني ان انا اساعد النادي الاهلي، وان شاء الله مش اتاخر باي نقطه تعرق على النادي الاهلي باذن الله. والله احنا الحمد لله قبل اي سيزون ما بيبدا احنا بنقعد الفرقه كلها مع بعض قبل الجهاز ما بيقعد معانا، بنشوف احنا عايزين ايه السنه دي، عايزين ناخد الدوري، عايزين نطلع الفريق الاول، عايزين نعمل حاجه لاسمنا احنا كفرقه 2001. وان شاء الله طموحاتنا السنه ناخد الدوري ومنتخب مصر 2001 وبعد الدرجه الاولى ان شاء الله. السنه دي بدانا فتره الاعداد من قبل العيد باسبوع، اشتغلنا شغل بدني، وبعد كده بعدها بفتره بدانا الشغل الخططي بتاعنا، والحمد لله بنجهز دلوقتي عشان الوقت اللي هو اللي حددوا امتى الدوري يبدا نبقى جاهزين.